برلماني عن الفريق الحركي. حضرنا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمنظمة الشبيبة الحركية، واللي هو كان مثابة عرس سياسي كبير، حضرته مجموعة من الشبيبات ديال الأحزاب الوطنية المغربية، وحضرت له قيادات الحزب ديالنا الحركة الشعبية، وكان حضور ديال أكثر من 800 مؤتمر. هذا كيأكد أننا فعلا اليوم أمام حركة جديدة ودينامية جديدة من أجل بناء التنظيم ديال الحزب على مستوى الشباب. وغدا إن شاء الله أيضا غادي يكون الافتتاح ديال المؤتمر الوطني الخامس للنساء الحركيات، وهو أيضا يعني محطة مهمة اللي غادا تزيد ضخ دماء جديدة في صفوف التنظيم ديال الحركة الشعبية. هذا كله جاء بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر اللي تم انتخاب السيد الأمين العام الأخ محمد أزين أمينا عاما، واللي وضع على عاتقه بناء تنظيم جديد وحديث ومتفاعل مع محيطه. هذا ما نشهده اليوم، الحزب بدأ يتحرك، هناك طاقات شابة وطاقات نسائية، وكذلك هناك إرادة من الأمانة العامة والمكتب السياسي من أجل الإسراع بالبناء التنظيمي لجميع هذه القطاعات قبل وصول التاريخ ديال الاستحقاقات ديال 2026 اللي الحزب كيطمح أن يكون عنده مرتبة في مصاف الأحزاب الأولى إن شاء الله. مؤتمرة نجاة إنجالي نجاة مزوغ جاية من العيون، جينا نحضروا في هذا المؤتمر اللي نظمته الحركة الشعبية، اللي هو كيتكلم على مشاكل الشباب، وجينا احنا وجميع الأطر، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. وكعضوة في الشبيبة الحركية كنتمنى التوفيق في هذا المؤتمر. دكتور وائل محمد عواد نائب المنسق الوطني للشبيبة الحركية، إذا نحن في هذا اليوم المبارك في المؤتمر الرابع للحركة الشعبية، هو عرس حركي بامتياز. هذا النهار هذا هو مؤتمر الوطني للشبيبة الحركية، التحق بنا الشباب الحركي بمختلف أقاليم المملكة لتلبية للدعوات المؤتمر. إذا اليوم بدأت بالفعل أشغال المؤتمر، إذا انتهت الجلسة الافتتاحية وتلتها جلسة طرح تقرير الأدبي والمالي للالتحاق باللجان، كما دعونا جميع المؤتمرين والمؤتمرات، كل مؤتمر مؤتمرة تختار لجنة اللي تفضل أنها تشتغل فيها للخروج بورقة تطرح على المؤتمرين في الأخير للتصويت عليها إن شاء الله، وندوزو بعدها لانتخاب منسق وطني جديد للشبيبة الحركية. بسم الله الرحمن الرحيم، عديد السباعي رئيس المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية. كنحضروا اليوم المؤتمر الرابع للشبيبة الحركية، وكيف ما كتعرفوا بأن الشبيبة الحركية هي الدرع موازي لحزب الحركة الشعبية، وهاد الأدرع الموازية من منظمة نسائية ولا حتى الشبيبة، الدور ديالهم دور مهم و يعني دور يعني فعال جدا في الساحة السياسية وحتى الانتخابية. الدور ديال الشباب راه كلشي يعني كيعرفوه، وحنا بعد المؤتمر الرابع عشر للحزب وبقيادة السيد الأمين العام سي محمد أزين، هناك دينامية جديدة بطبيعة الحال، وبغينا يعني جدد الدماء، وهذا يعني مناسبة حتى هي باش يعني نحضروا هذا المؤتمر ونشجعوا الإخوان ديال الشبيبة باش تمر يعني حتى الأجواء إن شاء الله، ويمر هذا المؤتمر في أحسن الظروف إن شاء الله. نتمنوا توفيق الأخ والأخت إن شاء الله اللي غادي يقود الشبيبة للولاية المقبلة. تمان طرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية شبيبة حزب الاستقلال. إذا حضورنا اليوم ك
شبيبة استقلالية لنؤازر إخواننا وأخواتنا في الشبيبة الحركية التي تعقد مؤتمرها اليوم، مؤتمرها الرابع. نتمنى للقيادة الجديدة إن شاء الله المزيد من العطاء والازدهار. نتمنى من الشبيبة الحركية أن تساهم في إعطاء أفكار جديدة للمشهد السياسي الشبابي الحزبي، ونحن من هذا المنبر نقول لهم أننا كإخوانهم في الشبيبة الاستقلالية اليد ممدودة لأي اقتراح ولأي عمل مشترك مع جميع الشبيبات الحزبية الوطنية، ونتمنى لهم التوفيق مرة أخرى. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.